أهلا بيكم في إيفي مينتس بالعربي. في دقايق قليلة كل أسبوع هنتعلم ونتبادل خبراتنا في كل حاجة ليها علاقة بأنظمة الصوت والصورة وبالعربي. النهاردة هنقدم تاني مثال عملي لقياس Transfer Function باستخدام FFT. المرة اللي فاتت لو فاكرين في حلقة رقم 3 استخدمنا Smart من Rational Acoustics في قياس الاستجابة الترددية لجهاز ميكسر صوت. خلونا نفتكر مع بعض اللي قلناه. يعني ايه Transfer Function؟ Transfer Function ببساطة هي العلاقة ما بين الإشارة الخارجة من النظام تحت الاختبار والإشارة اللي داخلة للنظام تحت الاختبار. النظام أو الجهاز اللي تحت الاختبار بنسميه System Under Test أو Device Under Test. الإشارة اللي داخلة للنظام بنسميها Reference Signal أو الإشارة المرجعية. الإشارة اللي خارجة من النظام بنسميها Measurement Signal أو إشارة القياس. إشارة القياس في الحالة دي بناخدها باستخدام ميكروفون قياس. ناخد بالنا إن في النظام اللي قصادنا ده إحنا بنقيس استجابة نظام مكون من مكبر صوت Amplifier وسماعة. بالتالي Transfer Function اللي هتطلع هي محصلة استجابة الاتنين مع بعض. بص معايا على السيت اب ده بغض النظر عن السوفت وير والأجهزة المستخدمة. معانا ايباد عليها سوفت وير اسمه سيجنال سكوب من فيبر اكوستكس. ايباد وصل عن طريق USB كيبل لأوديو انترفيس من تاسكم. اوبوت رقم 1 في الأوديو انترفيس شايل ريفرنس سيجنال داخل على ديفايس اندر تيست، في حالتنا دي سماعة من سوني. أوبوت رقم 2 من الأوديو انترفيس راجع تاني على إنبوت رقم 4 بغرض مقارنته بالميجرمنت سيجنال. الميجرمنت سيجنال جاية من مايكروفون، ميجرمنت مايكروفون، وداخلة على إنبوت رقم 1 في الأوديو انترفيس. لو استخدمت سوفت وير عشان أقيس ترانسفير فانكشن للديفايس أندر تيست أو للجهاز تحت الاختبار هيطلع حاجة بالمنظر ده. الكيرف اللي فوق بيعبر عن فيز، الكيرف اللي تحت بيعبر عن امبليتيود اللي هو ببساطة الفريكوانسي ريسبونس أو الاستجابة الترددية للجهاز تحت الاختبار. عملنا النهاردة مثال عملي مبسط جدا على استخدام FFT Transfer Function Measurement في قياس Frequency Response of a Speaker أو الاستجابة الترددية لسماعة. أمثلة لـ FFT Software متاحة وبأسعار مختلفة تقدروا تبصوا عليها في لينكس تحت الفيديو. شاركوني باقتراحاتكم وخبراتكم وتابعوا صفحتنا على فيسبوك ويوتيوب. شكرا جزيلا. سامح حلمي.